طلعت نتيجة التحاليل في نسبة كبيرة من معدة الزرنيخ بالدم. زرنيخ؟ وين اجى الزرنيخ؟ شو صار بالضبط؟ والله وضعه صعب كتير. عم بيقولوا سبب الزرنيخ كان رح يموت ولحقوه. يا عفو الله. نعم. عادل! عم تدقوا بصاحبي يا اولاد الكلب؟ والله لا اطلع بروحكم اذا بيصير له شيء. ولا شو هالحكي هاد؟ لا انت بدك تروق. انا وانتم بنعرف عن شو عم نحكي. زريخ يا ابن الكلب. زريخ لك مرخي. اقسم بالله لخليكم تشتوا بالموت. خلي يصير له شيء وشوفوا. عم تفهموا؟ هلا لا تقعد تطول وتقصر قدامي. حكيك هاد عم تتهمنا انه نحن يلي سممناه. نحن لا سممناه ولا قربنا عليه. نتواجه. لعم أب عادل، أنت كنت حاطط سم بالليمون اللي كانت على صينية منصور؟ لك السم كان بالشوربة يا دب، ما عم تستوعب؟ والليمون اللي صرع فيها السجن هي كانت مشان يتهمني فيها. بس شو علي يا نوراس؟ لك ما بيكون اسمي أبو عادل إذا ما بدعو سكبر شلي. إهدين أبو عادل واسمح، أنت ما بيهمك غير المصاري وهو طلع ما بده يقاسمك عليهم. سلموا هالسم وخلصنا. لك شو أنت كتيش؟ سلموا مقتلي؟ سلموا رقبتي؟ إيه حاجة تتزاكى، رقبتي ورقبتك صاروا بإيده. طالما وافقنا على كلامه معناته نحن معترفين باللي صار وهو عرفان بكل شيء. خلصنا بقى. يعني رحنا فيها دبلكي. يعني الله لا يوفقك يا عمزة.